يقف على عتبة 2,100,000 صوت. هذه حقوق ناس، هاي أوزان انتخابية. أنا أجي أدمر بكيفي أستبعد فلان. نتشرف المعتدلون بكم أن يمثلون كل العراقيين، مو مليونين. روحوا صيروا 40 كل إحنا وياكم، أطونا خبزة ناكل. صار 20 سنة الدول ملت من عدنا، القبور ملت من عدنا، الزبايل ملت من عدنا، الجداوة ملت من عدنا. شنو الحل؟ أنت تشوف بعينك أعراض الناس صارت بالشوارع. أستاذ أبو ميثاق، من أجل هذا الزعيم وذاك الزعيم. والله والله مع الأسف يعني وجدان عالي. لا وجدانك عالي أستاذ نجم، وجدان لا عالي. أنت تدري أنا أشكر هاي البحة العراقية، هذا الهم العراقي، هذا الهم العراقي. أنا أشكره جدا. نسوان بالشوارع قامت تبيع عدساتها حتى يقبل زعيم فلان وفلان، لأن عدة تمثيل انتخابي. وأنا أوجه الخطاب للشعب العراقي، مع الأسف أنتوا اللي سويتوهم، انتوا اللي انتخبتوهم، انت اللي اعطيتوا 39 واعطيتوا الفلان 40، واليوم ما راضين. لازم نعاقب انفسنا احنا كشعب، احنا اللي وصلنا الشعب لهذا. هذا جلد الذات، هذا سياسيين يسموه جلد الذات. احنا نجلد ذاتنا بالفعل، نجلد ذاتنا كابناء شعب عراقي، ناس وسطاء، ما لنا شغله بالقياده فلان والقياده فلان. لكن انا من اعطيته هذا الحجم والمستوى وخليته يحكي باسم المذهب وباسم الطائفه وباسم ابناء الشعب العراقي، لماذا هذا التراجع؟ ليش العراق ولاد والامهات ولاده والكفاءات كثيره وهي جامعات العراق في كل محافظاتنا؟ وهذه انا اشكرك وفي نفس الوقت اعتذر منك لانه صوتي علي، لكن الهم البينا والله يا ابو ميثاق، والله اللي يشوف حال العراقيين، هذا العراق الشامخ، المرأة العراقية اللي يضرب بها المثل، البيئة العراقية اللي يضرب بها المثل، مجموعة رعاع قطيع ظال يصل بالعراقيين إلى هذا المستوى. آخر تعليق لك شيخنا العزيز. هاي بعين الله سبحانه وتعالى، هاي البحة العراقية وهذا الألم والوجع بعين الله سبحانه وتعالى. الله يثيبك عليها، مو أني، الله يثيبك عليها. أستمع لك شيخ حسن الزقاني. والعراقيين ما ينسون، ما ينسون العراقيين ما ينسون. شيخ حسن يعني ما في داخلنا والله، يعني أنا مو جاي مضحك بوجهك ولا قاعد مضحك أمام الجمهور، ولكن أنا لأنه صرت يعني أتحدث بالنيابة عن جهة ما أريد أرفع سقف كلامي حتى لا يقال يريد يعبئ الجماهير بجهة أخرى، لكن أنت تمثل يعني صوت الشعب وضمير الأمة كإعلامي متحرر ومستقل، فهاي كلماتك بالنيابة عنا والله جزاك الله ألف خير. يعني الواقع مزري، وإحنا لازلنا الآن الأخوة متشبثين في التمسك بالإطار التنسيقي الذي انتهى سياسياً وما عاد له قيمة شعبية. الثقة التي يمنحها التيار الصدري للسيد العامري الله يحفظه ويرعاه هي ثقة تحتاج إلى تعزيز.